زميلنا من استاد الجيش ببرج العرب قبل اللقاء محمد الشناوي في حراسه المرمى، من اليمين الشمال احمد فتحي، محمد نجيب، ايمن اشرف، صبري رحيل، في خط الوسط حسام عاشور وعمر السوليه، امامهم وليد سليمان وميدو جابر وباكا، اما في مركز الراس حربه هو مروان محسن. ده تشكيله الفريق كباتن. يمكن بعض الاختلافات، ميدو جابر دخل، باكا دخل، لكن خلينا كابتن قبل ما نعلق على تشكيل النادي الاهلي اكمل الجزء بتاع الترجي لانه مهم جدا. احنا بنتكلم على تشكيل